طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 15 من دروس الموجز في الوقف والابتداء. الآية من سورة آل عمران في أول السورة في جزء من الآية: وما يعلم تأويله إلا الله. عليها وقف لازم. والراسخون في العلم، هذه بقية الآية، يعني الآية تتكلم عن المتشابه. الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف على أساس أن المتشابه مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وهو وقف أهل السنة. وقف أهل السنة، الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، أي أن العلم بالمتشابه من يختص به المولى سبحانه وتعالى. ثم نكمل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا.